إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. السلام عليكم مرة أخرى أيها المشاهدون الكرام ورحمة الله وبركاته. اسمع يا دب يا داشر، أنا ما راح أسأل ليه غطيت شيلة متعب وسجنة، ليش غطيتها بالفساد في الحرس الوطني؟ وما يهمني كثير انك اعتقلت اخوه ومستشاره التويجري، وما راح ازعل لانك صفعت بعض رؤساء ألوية الحرس الوطني اللي ينتمون لقبيلة مطير والعتيبة ووقفتهم وحجزت على فلوسهم. وزيادة على كذا انا ما يهمني وين بتحط هالمليارات اللي راح تنهبها من عيال عمك الامراء ورجال الاعمال، عساك تاخذها كل ابوها. اللي يهمني شيء واحد، انك تبرد سبدي في السلب الحرامي الصامت محمد بن فهد. بالله عليك متى بتعتقله وتاخذ فلوسه هذا اللعين الخسيس؟ وابن عمك الثاني خالد بن سلطان اللي بلع مليارات وزارة الدفاع، متى بتصادر فلوسه؟ هو اخوه بندر بن سلطان اللي قصته معروفة في سوداء اليمامة، واللي الإنجليز الحين افتحوا ملفهم من جديد. If you tell me that building this whole country and spending 350 billion out of 400 billion that we had misused or got corrupted with 50 billion, I'll tell you yes, but I'll take that any time. What I'm trying to tell you is, so what? فهمني يا داشر، متى الدفعة الثانية من الأمراء اللي راح تاخذ فلوسهم؟ عيال الحرامية. سمعت انك رحت تتحرش بعيال عمك ملك الشبوك مشعل، وانا معك انك تاخذ فلوسهم واراضيهم والاسواق اللي باسمهم. سوف ندمرهم اليوم وفورا، وتدفعهم بعد قيمة الشبوك لابوهم لابو من جابهم ملاعين الوالدين. لكن انا ما سمعت انك يا داشر ناوي على أكبر وزارة نهبت البلد، وهي وزارة الدفاع في عهد عمك سلطان المقبور المعروف باللص المبتسم. ليه ما تروح تصادر الأموال اللي نهبها وورثها لعياله؟ حتى إن هذا ولده عبد المجيد اللي ما بعد خط شنبه يحتكم على 35 مليار ريال من الورث. تبينا نصدقك يا داشر إنك ضد الفساد؟ ما نبيك تكشف لنا عن فلوسك أنت، بس نبيك تروح لعيال عمك سلطان وتسترجع اللي ينهبوه هم وأبوهم لأبوهم لأبو من جابهم. إذا سويت هذه الأشياء في خطوة بعدها بيك تسويها عشان تصير مثل عمر بن عبد العزيز، زي ما وصفك واحد من المطبلين. أنا أنتظر منك أنك تروح على واحد اسمه سلمان بن عبد العزيز آل سعود. هذا سرق أراضي كثيرة من بينها مطار الرياض القديم، وفوق ذا سرق مئات الملايين من جمعيات البر في الرياض اللي كان يرأسها. أكيد أنك تعرف هذا اللص. إذا جبته وحققت معه وحاسبته، ذيك الساعة أنا راح أعلن مبايعتي لسموه غير الكريم. أبايعك ملكا على المزرعة السعودية وأبقارها. فإلى الأمام أيها الأمير الهمام. إلى الأمام. إلى الأمام. إلى الأمام. إلى الأمام. لاحق المفسدين يا دب يا داشر، لاحقهم دار دار، بيت بيت، بيت بيت، دار دار، زنقة زنقة، زنقة زنقة. جعلك إن شاء الله تنزنق في بيت الراحة ونرتاح منك. إيش عهد جديد، رئيس جديد، وزراء جدد، سياسات جديدة، دم جديد، عقلية جديدة. لكن حنا سبقنا أمريكا في هذا الشيء. من جاء سلمان كول الحكم جاب معه الدم الجديد، الدم الملكي الأصلي، دم سلمانكو وجينات سلمانكو. أهم شيء هو تعيين ولد سلمانكو الدب الداشر
الرجل الأول في المملكة. قر بيتعامل معه على أنه الرجل الأول، وفي الجيش وفي الاقتصاد وفي النفط وفي السياسة، حتى في الحفلات هو الرجل الأول. شكل حمودي تأثر باللي صار في أمريكا ويبي يجدد دماء جديدة في الحكومة، فما حصل إلا أخوه راكان الدب اللي قلت من قبل. ما ندري هو داشر ولا ما هو بداشر، لكن الظاهر إنه في طريقه إلى الدشارة. الدم الجديد الحين هو نفس دم حمودي وهو نفس دم سلمانكو، بس ما هو دم سديري، هذا دم ملقح بالدم العجمي، دم فهدة. وعشان كذا السلالة السلمانية العجمية هي السلالة الحاكمة في المستقبل. تقولون ان الشعب المساود العظيم صار شعب مخرفن، ومحمد بن سلمان طلع قرار قانون الخرفنة اللي يكلف الواحد 500,000 ريال. المفروض حمودي يطبق قانون الخرفنة على أمه فهدة لأنها خرفنة الملك سلمان وخلته يسلم البلد لعيالها. حتى عيال سلمانكو من السديرية مهمشين، والأمراء الثانيين طبيعي يأكلون خابور وتبن. حتى الموظف منهم مثل ابن نايف قاعد يرقل خايف على منصبه، وموطي الراسة مثل النعامة أو دسها في التراب لا يجيه كف من الدب الداشر ويقلعه في قلعة وادرين. الجديد في الموضوع أنها الداشر حمودي يجهز أخوه راكان لمنصب، يقولون إنه منصب كبير، وراكان ما عنده حتى مرتبة سادسة يعني ما خلص الجامعة، لكن أبوه قرر يزوجه عشان يقولون إنه رجال كبير مثل حمودي تماما. حمودي خلى له لحية عشان يقولون إنه كبير. الغريب أن راكان زوجه أبوه الصيف الماضي زوج واحدة مغربية، وأنتوا يا مسعودين تتبهذلون إذا تزوجتوا من برا. أول شيء لازم تأخذون إذن بالزواج، وما في دولة في العالم تطلب من مواطنيها إن يأخذون إذن بالزواج قبل ما يتزوجون، وتروح تصف عند وزارة الداخلية وتدفع رشوات حتى تجيب الزوجة. وأما إذا هو زوج افتح له من يدخلونه للمهلكة. وثاني شيء، فيه وظائف عسكرية وأمنية ما يخلونك تقرب منها إذا أمك ما هي بسعودية وجاية من برا. وعموما آل سعود ما يلتزمون بهذا، معظمهم خوالهم من برا وزوجاتهم من برا، وأغلب عيال الملك عبد العزيز عيال جواري مثل ما شرحت لكم في واحدة من المرخانيات. المعلومات اللي متوفرة الحين هي إن الدب الداشر حمودي وحسب أوامر الوالدة السيدة فهدة حفظها الله راح يعين أخوه راكان في منصب كبير. في البداية حمودي قال لأمه: يا ماما خلي راكان يتولى البزنس حق العائلة. قالت له: لا وألف لا، الفلوس عندنا وشبعانين منها، أبي ولدي يحل ويربط مثلك. بعض الناس يقولون إن المنصب اللي بيمسكه راكان هو رئيس الاستخبارات، اللي ماسك هذا المنصب واحد من العامة. ثانيين يقولون إنه بيحطه في منصب وزير الخارجية بدل عادل الجبير اللي هو بعد من العامة. بس المشكلة اللي تواجه حمودي إنه خوره كان وزنه ثقيل وما يعرف يقول بزنس هبس وباي فار ومن هالأشياء. وبعدين تركي الفيصل يراكض ورا الملك سلمان عشان يعينه وزير خارجية بدل الجبير، وحجته يقول: ما يصير تعينون واحد من خارج العائلة في منصب سيادي. والملك عبد الله هو اللي شال تركي الفيصل كسفير في واشنطن لأن أمريكا ما هضم الأمريكان ما هضموا ولد فيصل.
وسلمان دالحين يقول لتركي ان عندك واحد من حلين، يا تشتغل تحت امرة ولدنا راكان، او تدبر حالك وتقنع الامريكان ان ما يزعلون اذا عيناك وزير خارجية. قال اجيب لكم الموافقة، وراح يطلب من الاسرائيليين ان يتوسطون له عند المعازيب في البيت الابيض. وبعض الناس يحسبونه رايح، يوم قابل ستيفي ليفني انه رايح يطبع، الرجال رايح يدور واسطة. في ناس ثانيين يقولون من اللي مع حمودي انهم يبون يعينون راكان في وزارة الداخلية، راكان على راسه، هذا اذا ما هو فوق بطنه بعد. الظاهر ان محمد بن سلمان يبي يكسر ولد نايف اكثر. سكر له مكتب ولي العهد في الديوان الملكي، وطلب حمودي من ولد نايف ان يعزل اهم الموظفين عنده في وزارة الداخلية اللي يعتمد عليهم ولد نايف. اكيد ان حمودي ما كان مرتاح من تعيين عبد العزيز بن سعود بن نايف يوم عينوه مستشار لعمه وزير الداخلية، بس ما قدر يقنع ابوه بعدم تعيينه، وصدر التعيين في شهر مايو 2016. الحين حمودي يبي يلتف على القرار ويحجم دور المستشار عبد العزيز بن سعود بن نايف، ويبي يطلع وزارة الداخلية من يد عيال عمه نايف. وأول الخطوات يمكن تكون تعيين راكان في منصب رفيع في وزارة الداخلية. على فكرة ترى ولد سعود بن نايف اللي هو عبد العزيز أكبر في العمر من حمودي بسنتين، وعنده خبرة أكثر منه، ولو النايف كان حي كان قام حظ هذا عبد العزيز. بس ملك الموت هو الوحيد اللي يجري التعديلات في المملكة العربية السعودية.